مساء النور شباب، أنا كل اللي قاعد يتابعوني. طبعا هذا الفيديو هو عبارة عن مقتطف لفيديو أكبر من عنده. رابط الفيديو راح تلاقوه بأعلى يمين الشاشة، الفيديو الأساسي. إذا كان هذا الفيديو مع المعلومات اللي بيه ما كانت كافية بالنسبة لكم وتريدون تتوسعون أكثر بمعلومات مشابهة لهذا الفيديو، فأنا أقرر على الرابط فوق وراح تحصلون على الفيديو الأساسي أو تلقوه أسفل بالديسكريبشن. شوفوا الفيديو. الكلافيكل. عندنا الكلافيكل، هذا ببساطة الكلافيكل. الكلافيكل طبعا مثل ما أشرت سابقا أن الكلافيكل elevated من الأكروميان على الأكروميان، elevated to acromion، superior to acromion، وأيضا هو superior to the manubrium حتى يكون الجوجيولر نوت اللي راح نتحدث عليها إن شاء الله بالسيرفس أناتومي، وتحدثنا عنها بالمحاضرات التفصيلية. وهذا مثل ما قاعد نشوف الكلافيكل. الكلافيكل طبعا عندنا السوبيريور سيرفيس مثل ما نعرف، المفروض نكون هسه نعرف عندنا الكلافيكل مقسم الى قسمين. هذا القسم اللي هو اللاترال 1/3، وهذا القسم اللي هو ميديال 2/3، يعني هذا الثلثين اللي صارت ميديال وهذا الثلث اللي صاير لاترال. طبعا هذا هنا هاي الخط الاحمر اللي هو الويست of the clavicle، تحدثت عنه بالfractures. طيب عندنا طبعا هذا، بما انه هنا هذا طبعا الميديال 2/3 راح يكون cylindrical in shape وهذا راح يكون flattened. طالما هذا cylindrical فراح يكون الى four surfaces، عند superior surface وعند posterior surface وعند anterior surface وعند inferior surface. هذا الجزء الميديال 2/3، أما اللاترال 1/3 فرح يكون flattened ورح يكون إلى posterior border ورح يكون إلى anterior border ورح يكون إلى superior surface و inferior surface. هذه ببساطة بالميديال 1/3، بالميديال سوري 2/3 اللي هو هذا طبعا smooth. اوكي سموث ما عندنا بي اي شيء، ولكن بالانفيريور سيرفيس، هذا السوبيريور سيرفيس مالته سموث، والانفيريور سيرفيس عندنا امبريشن فور كوستو كلافيكولار ليجمنت، وعندنا هذا الشيء اللي هو اسمه سبكليفيان اجروف فور سبكليفيوس ماسلز. راح نتعرف على هاي المصل ان شاء الله خلال المحاضرات القادمه. طبعا عندنا بالميديال سوري اللاترال 1/3 اللي هو هذا راح يكون فلاتن مثل ما قلت، والسوبيريور سيرفيس ما بي شيء مميز، اوكي راح يكون سموث ايضا، وعندنا الانفيريور سيرفيس راح يكون طبعا الانفيريور سيرفيس كله هو رف بالنسبه للكلافيكل، والسوبيريور راح يكون سموث. فبالطبعا بهذا الجزء عندنا هذا الترابيزويد لاين، وعندنا الكونويد تيوبركل. الكونويد تيوبركل والترابيزويد لاين عندنا سيرفيس او عندنا سوري ليجمنت معين راح يرتبط بهن. هذا طبعا هذا هنا السيرفيس هذا البسيط، اوكي راح نشوف ان شاء الله بالجوينتس. هذا هنا الاي سي جوينتس اللي هو الاكروميال كلافيكولار جوينت، هنا راح يرتبط. فعندنا طبعا هذا الاكروميال، هاي الاكروميال اند نسميها، او اللاترال اند، هذه الاسترنال اند او الميديال اند، فهذه راح ترتبط، هذه راح ترتبط بالمانوبريوم وهذه راح ترتبط بالاكروميان. بهذا المعنى عندنا طبعا هذه الصورة شنو توضح لي. طبعا الأحمر هو المصل origins، وتحدثت الorigins والinsertions عنها بمحاضرات الgeneral anatomy. أوكي رح يكون عندكم اقتراح يعني بنهاية هذا الفيديو. فعندنا طبعا الorigins اللي هي الحمراء، والزرقاء تكون هي عبارة عن الinsertions، والgreen in color رح تكون الligament attachment. فعندنا هذا الligament اللي هو الcostoclavicular ligament، وعندنا هذا ترابيزويد، وعندنا هذا رح يكون الكونويد ليجمنت، واثنينات رح يكونن الكوراكو كلافيكولار ليجمنت اللي يرتبط بالكوراكويد بروسس. طيب طبعا مثل ما قلت لكم انه هذا مو الفيديو الكامل، الفيديو الاساسي حتلقون الرابط مالته اسفل بالدسكربشن، ولا تنسوا اللايك وشير
وسبسكرايب واشتركوا اكو قناة تليجرام جوات قدرون تشتركون بيها بالدسكربشن بوصف الفيديو، قدرون تشتركون بيها انشر بيها المعلومات اللي تكون بشكل سريع يعني، مو الا اسوي عليها فيديو وينتظر الفيديو يمكن مدة يومين او ثلاثة يلا ينشر، فالمعلومات تكون سريعة ويعني غالبا انه المعلومات تكون وقت الامتحانات ايش لما ما يكون عندي وقت، فانشر على قناة التليجرام ان شاء الله اشياء تعجبكم دائما سواء كان بقناة اليوتيوب ولا قناة التليجرام، فاشتركوا بقناة التليجرام حتى يوصلكم كل جديد سريع. نلتقي بفيديو آخر.